تابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس غالبا غائم مع فرصة ضعيفة لهطول زخات من الخفيفة من الأمطار. 26 درجة مئوية فقط متوقعة، الملموسة 25، الرطوبة 17%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم الثلاثاء. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس عاصف، رياح نشطة ومغبرة. في سكاكا 36 إلى 18، عرعر 35 إلى 17، تبوك 33 إلى 16، مع رياح نشطة وقوية مع حبات قد تلامس سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في المنطقة الغربية. المدينة المنورة، التربة المثارة 39 إلى 25، جدة 38 إلى 24، مكة المكرمة 40 إلى 29، أما الطائف 30 إلى 20. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي بين المتوسطة والقوية، خاصة في المناطق الجبلية وأيضا في السفوح الشرقية من الجبال، خاصة في منطقة نجران، منطقة جازان ومنطقة عسير. أبها زخات رعدية من الأمطار 25 إلى 18، جازان أيضا زخات رعدية من الأمطار 36 إلى 32، أما الباحة 27 إلى 20. المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام 39 إلى 27، الإحساء 41 إلى 25، أما حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار وطقس مغبر 37 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى على العاصمة الرياض، هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار متوقعة خلال مساء يوم الثلاثاء وخلال ليل الثلاثاء على الأربعاء 38 إلى 26، نفس الشيء في أبريدا 37 إلى 21، أما حائل أتربة مثارة 36 إلى 22. إلى اللقاء.